Bem, põe. احنا كنا نحكي المرة السابقة عن الـ pavement at curves pavement width at curves سواء كان intersection أو regular roadway curve. وكملخص في عنا إما two cases عفوا three cases case one أو two أو three وفي عنا لكل case traffic condition يا A يا B يا C وبناء على radius بختار القيمة من ال pavement width اللازمة. هذه القيمة الأساسية بيجيها adjustment حتى حسب شكل ال edge of pavement whether it's stabilized shoulder or non-stabilized shoulder, whether it's a curb one side or both sides, whether it's sloping curb or vertical curb. خلينا نشوف نطبق سؤال مثال على هذا الكلام. A ramp from an expressway with a design speed of 30 miles per hour with a local road forming a T intersection. يعني هذا هو الاكسبرسواي في عندنا الاكزيت رام داخل في كيرف والكيرف سرعته 30 ميل بير اور مع نهايته بشكل عندنا اللي هو تقاطع على شكل تي بحيث انه الحركه تتم ماشي بشكل مستمر بدون اي توقف. The turning roadway has a mountable curb on one side يعني الطرف هنا عندنا mountable curb from one side and will provide for one lane one way operation with provision for passing a stalled vehicle. It's a one lane one way وفي عندنا بده يتجاوز على مركبه واقفه، في عندنا بس يسمح بوقوف مركبه على طرف الطريق. هذا اي كيس يا جماعه؟ Case 2 مضبوط. Determine the width of the turning roadway if the predominant vehicles on the ramp are single unit trucks but give some consideration for semi trailer vehicles. هذه اي traffic conditions the design vehicle is single unit trucks with some consideration for semi trailers. اي condition هذه؟ شو رايكم؟ كونديشن A ولا B ولا C؟ مش معي انت اليوم. كونديشن B. وتكملة السؤال use 0.08 for super elevation. نرجع للجداول. عندنا كيس 2 كونديشن B بس بدي الراديوس انا هون. الراديوس مش معطيني اياه لكن معطيني معلومات حتى احسب الراديوس معطيني الديزاين سبيد ومعطيني السوبر اليفيشن بقدر احسب الراديوس اذا عرفت الديزاين سبيد والسوبر اليفيشن يا جماعه معطيني الديزاين سبيد ومعطيني السوبر اليفيشن في علاقه دكتور في تساوي ار تربيع على 147 اي بلس اف اس 127 تمام هذه العلاقه اللي امامنا هذه هي لكن هاي بالفيت والمايل بير اور اذا كانت الوحدات متريه بتكون الفاكتور 127 مش 15 مثل ما حكى زميلكم فبالتالي الراديوس المينيمم راديوس او الراديوس يساوي ديزاين سبيد سكوير على 15 اي بلس اف اس الاي السبيد معطيه 30 والسوبر اليفيشن معطيه 8 والسايد فريكشن من الجداول اللي مرت معاكم بمواصلات واحد على سرعه 30 السايد فريكشن بتكون 0.2 فبيكون عندنا الراديوس يحسب الراديوس اللي هو 214 وكسور يعني 215 الراديوس 215 الفيت برجع على الجدول على هون أنا عندي 200 و300 يعني قد أضطر لأني أعمل interpolation بينهم عندي case 2 condition B بحسن الحظ إنه ال 200 وال 300
لهم نفس البيفمنت ويث اللي هي 20، فبالتالي فيش داعي للانتربوليشن. اذا البيفمنت ويث 20 فيت. الان بدي اشوف الادجستمنت، بدي لي ماونتبل كيرب اون وان سايد، فانا عندي سلوبينج كيرب. So what is the adjustment? No adjustment is needed. فبالتالي إذا باختصار عندي 20 feet and no adjustment is needed. وهذا هو طبيعة حل أو طبيعة الأسئلة اللي موجودة على هذا النمط من أو هذا النوع من هذه المادة، عملية مباشرة وسريعة. لكن أنا بهكم بصراحة، يعني الكثير من الأخطاء إما بتخربش بالكيسز أو بتخربش بالكونديشنز، بترفق الكونديشن. إذا خربشت بأي واحدة منهم طبعاً تلقائياً رح تختار القيمة الغلط، فانتبهوا لهذه الأمور. وطبعاً وحسب الأدجستمنت required based on the edged treatment. غير هيك العملية تكون مباشرة، لكن بدك تكون دقيق باختيار الكيس والكونديشن نمبر as given in the question. عنده أي سؤال على هذا الموضوع؟ طيب. إذا ما عندكمش أي سؤال بنكون إحنا هيك أنهينا الجزئية الأخيرة والجزئية ما قبل الأخيرة، وبقي عندنا آخر element في design for intersection design اللي هي side distance at intersections. And side distance المركبات، مركبة عندنا major street و minor street، المركبة اللي موجودة على ال minor street as it approaches the intersection. فممكن طبعا بتكون في مركبة موجودة على اليمين وموجب موجودة عن من اليسار من الاتجاهين. يعني المركبة هاي بحاجة لنفترض انها تقطع الطريق حتى تقدر في هذه تقوم العملية، لازم السائق يقدر المسافات او الزمن اللازم له وللمركبات الاخرى المتعارضه معه، ويقرر بناء عليها انه هل بامكانه يقطع الطريق بشكل امن او لا. فبهاي الحاله هاي كان عندنا السائق على موقع بعيد. This driver is approaching، بنسميه approaching the intersection. او ممكن السائق يكون في موقع قريب واقف في حاله وقوف عنده stop sign على سبيل المثال. ومتى السائق يستطيع ان يقطع الطريق مثلا؟ ايضا حسب السايد ديستانس اللي متوفره للمركبات اللي بتعمل كونفليكت معها من اليمين ومن اليسار، وبالتالي بناء على الجاب اللي موجود او المسافه او الزمن اللازم للمركبات حتى تصل نقطه التقاطع، بقرر السائق انه بامكانه to continue and cross the street or not. الاولى طبعا الحالتين بالنهايه مدى الرؤيه، هذا هو مدى الرؤيه للسائق من اي اتجاه من الاتجاهات، سواء كان من اتجاه اليمين أو من اتجاه اليسار، بنسميه مثلث الرؤية. الآن السائق بهالحالة هاي الأولى بيكون approaching the intersection، من بيكون بعيد عن intersection and approaching. So this is called approach side triangle. بينما الحالة الثانية السائق متوقف، بده ينطلق، بده يغادر، needs to depart the intersection. بنسميه هنا departure side triangle. هنا بيكون عندنا this is called departure side triangle. approaching المركبة سواء كان على الميجر أو على الماينر بدهم يشوفوا بعض في وقت كافي حتى يقرروا إنه يستمر في الحركة أو يخفض سرعته أو يتوقف. بينما departure side triangle المركبة على الماينر بتكون متوقفة، فبدهم مسافة رؤية كافية حتى يقطع الطريق. بالتالي عندنا الابروتش سايد ترينجل allows driver for on both major and minor road to see approaching intersection vehicles in sufficient time to avoid the potential conflict by either reducing speed or stopping. بينما الديبارتشر سايد ترينجل allows a driver a stop vehicle مركبة متوقفة on the minor road to enter or cross the major road without conflicting with an approaching vehicle. Two types of side triangles that are available or provided. الآن لو بدي أخذ أي side triangle، هذا هو خط الرؤية.
احدد خط الرؤيه بحاجه اني اعرف هاي المسافه او هاي المسافه، يعني المسافه اللي بدها تقطعها المركبه on the minor والمسافه اللي بدها تقطعها المركبه on the major. على ايش بتعتمد هاي المسافه؟ side triangle legs، هدول الليج اوف ذا سايد تريانجل، هذا one leg and this is one leg. عرفت التو ليجز فتلقائيا الخط الواصل بينهم هو خط الرؤيه. على ايش بتعتمد هاي المسافه؟ شو رايكم؟ يحرم معي؟ سؤال بسيط، هذه المسافة على ايش بتعتمد؟ سواء المسافة الأولى أو الثانية. هاي يا جماعة وينكم؟ حسب وين موجود السيارة. على ايش بتعتمد السيارة المسافة اللي بدها تقطعها هاي السيارة؟ ايش بتعتمد هاي المسافة؟ سرعة المركبة دكتور. على سرعتها بالضبط، على سرعة المركبة سواء كان على الميجر أو على الماينر. بتعتمد على سرعة المركبة أو بوث ذا ميجر أو ذا ماينر. كمان في شغلة أخرى بتعتمد على شيء آخر بالإضافة لسرعة السيارة. بتعتمد على نوع الترافيك كنترول، هل في عندي ستوب ساين هون ولا إشارة ضوئية ولا إشارة تمهل ولا حتى نو كنترول. كل هذه عوامل مختلفة ممكن تأثر على المسافة. كيف طيب؟ هسه لو كان عندي ستوب ساين تلقائيا السائق اللي جاي من هون لازم يوقف. لو كان عندي ييلد ساين إشارة تمهل، السائق مش ملزم انه يوقف، ممكن يخفض سرعته بس. فإذا البيهيفير تبعه تغير والمسافة اللي بده يقطعها خلال مساء زمن معين أيضا تغيرت، وممكن يكون عندي نو كنترول، ما فيش عندي أي نوع من الكنترول هون ولا شيء لا على الميجر ولا على الماينر. أيضا تصرف السائق بيختلف من حيث كيف بتعامل مع الانترسكشن as it approached that intersection. الآن في الحسابات طبعا حتى أقدر أحسب هدول المسافات، هاي المسافة اللي هون اللي هي بنسميها B و A بغض النظر مين الـ A ومين الـ B. الآن حتى أقدر أحسب هذه المسافات فهي في معادلات رياضية قائمة، والأشتو عمل هذه المعادلات وأعطانا الأرقام جاهزة، لكن هذه الأرقام بناء على الاعتبارات التالية، إنه أي معيق للرؤية minimum height of an object 1.33 متر، يعني مبنى، عمود، شجرة، أي معيق للرؤية يمنع الرؤية. يعني المقصود في معيق الرؤية يعني في عندي معيق رؤية هون يمنع الرؤية، فبالتالي أنا خط النظر عندي هذا هو، هذا معيق الرؤية السايت أوبستراكشن اللي موجود هون، هذا بيكون على الأقل 4.35 feet أو 1.33 متر، وهذا الأوبجكت can be seen by the driver، وارتفاع عين السائق إذا كان بسيارة ارتفاعه متر، وإذا كان بشاحنة ارتفاعه 2.3 متر حسب طبيعة الشاحنة، لأنه أعلى بالتأكيد أعلى، السائق بيكون في موقع أعلى من لو كان بسيارة. الآن هذا من ناحية الاعتبارات اللي بناء عليها تم احتساب هال distances، وأيضا هذه distances بتعتمد على مثل ما حكينا الميجر رود سبيد والماينر رود سبيد والتايب اوف كنترول. وبالتحديد في عندنا 4 ديفرنت تايبس اوف كنترول. اول شيء نو كنترول، ولا اي نوع من الكنترول، وهذه عاده نستخدمها في الطرق الفرعيه، احياء سكنيه ما في عندنا اشارات لا للميجر ولا للماينر. السائق بطبيعة الحال لما يقترب من هذا الانترسكشن من الاتجاهين بيخفض سرعته، هذا النوع الأول. الستوب كنترول بطبيعة الحال على الماينر ستريت لازم الوقوف إجباري، ولازم فالسائق على الماينر ستريت has to stop regardless، في مركبات
من الأطراف الأخرى أو لا. اليلد كنترول اللي هي المثلث المطلوب، بالتالي معناها تمهل وأعطي الأولوية، بمعنى السائق has to approach the intersection, slows down, looks for gap, either إذا في gap كافية بكمل بدون توقف، إذا في conflict وفي فرصة أو في ممكن يكون اصطدام مع مركبة فبالتالي بيوقف. فبالتالي هون الوقوف مش إجباري لكن ممكن يوقف، لكن المطلوب منه بالتأكيد أنه يخفض سرعته. الترافيك سيجنال بطبيعة الحال إذا كانت خضراء أولوية المرور، وإذا كانت حمراء الوقوف إجباري، لكن بتختلف الترافيك سيجنال إذا كان السائق بده يمشي لليمين أو للأمام أو ثرو. كل واحدة إلها أولوية مرور مختلفة وإلهم حسابات، كل واحدة إلها حسابات خاصة فيها. كل واحدة من هدول الكيس إلها حساباتها الخاصة فيها من ناحية السايد ديستنس، يعني هذه المسافات الـ A والـ B وحتى هذه المسافات هون وهذه المسافات كل هذه المسافات يعني تحسب بناء على الكيس اللي بين إيدينا. في عنا مثل ما حكيت أربعة كيسز، إحنا فقط راح نتناول التو كيسز اللي مظللين باللون الأحمر اللي هي الكيس A والكيس C. كيس A اللي هي no control وكيس C اللي هو yield control. بحي لكن بالحياة العملية لو أي واحد منكم لزمنه أنه يتعامل مع different cases سواء كان كيس B أو كيس D، بإمكانه الرجوع للأشتو أو الكتاب وبإمكانه يتعامل معها بشكل سهل. إذا عرفت يعني إذا تعلمت two cases اللي مثلاً واحد وثلاثة A و C فهو كافي إنك تدبر حالك في أي كيس أخرى إن لازم. بالتحديد مرة تانية إحنا بدنا نتعامل بهذا الكورس for only two cases اللي هي case A and case C. الآن خلينا نحكي عن الكيس الأولى اللي هي case A. No control، ما في عندي أي traffic control device لا على الميجر ولا على الماينر. الإجراء الطبيعي اللي الكل بيعمله زيادة في الاحتياط إنه المركبة الماينر اللي هي في موقع C بتخفض سرعتها، وكذلك المركبة على الميجر اللي هي بموقع A بتخفض سرعتها تفادياً لأي خطر. وبالتحديد وجدوا الأشتو بالمراقبة السائق بخفض سرعته لتقريباً 50% من سرعته الأصلية as the vehicle is approaching the intersection. الآن هذا هو على سبيل المثال مبنى معيق للرؤية. فكتصميم للتقاطع، كتصميم للسايد ديستانس، أول شيء المركبة C في الموقع C لو استمرت في الحركة بدها تقطع المسافة اللي هي DB لو استمرت في الحركة، والمركبة اللي هو هون، والمركبة A لو استمرت بالحركة بدها تقطع المسافة اللي هي DA، وطبعاً نقطة الالتقاء تبعتهم اللي هي B اللي لو التقوا طبعاً لا سمح الله ممكن اللي هو يصير الحادث. الآن مسافة الرؤية أو مدى الرؤية أو خط النظر بالنسبة لهم، هذا هو خط النظر ما بين المركبتين A و C. حتى أحدد خط النظر هذا بحاجة إني أعرف DA وDB. إذا عرفت DA وDB تلقائياً مثلث قائم الزاوية، فبالتالي بقدر أعرف شو هو خط النظر. شو اللي بيحدد أيضاً مدى خط النظر؟ قديش هذا الأوبجكت اللي موجود؟ وين موجود؟ كم بعده عن المركبة على الماينر ستريت اللي هو B؟ وكم يبعد عن المركبة على الماينر ستريت اللي هي A؟ فبالتالي يبعد مسافة B من الماينر ومسافة A من الميجر. وبدي أنبهكم
المسافة B مش المسافة من طرف الأوبجكت حتى حفة الطريق أو حفة الشارع، لا، هي المسافة من طرف الأوبجكت مع خط سير المركبة. المركبة بتسير بمنتصف المسرب على سبيل المثال، لو كان أنا عندي مسربين، هذا مسرب وهذا مسرب، فالمركبة يفترض إنها مسارها في منتصف المسرب، فبالتحديد المسافة B تساوي المسافة من طرف المبنى لحفة الطريق زائد نص مسرب بغض النظر قديش عرض هذا المسرب. كذلك الأمر في النسبة للمسافة A، هي تساوي المسافة ما بين المبنى وحفة الطريق زائد، أيضا بدنا نفترض أنه عندي هنا مسربين على سبيل المثال، والمسرب الأول الخارجي أو الداخلي زائد مسار المركبة اللي هي بنص المسرب الخارجي، منتصف المسرب الخارجي، فبالتالي هذه كلها عبارة عن المسافة A وليست فقط مع حفة الطريق. واضح هيك يا جماعة؟ واضح ولا لا؟ واضح. طيب خليني انظف الشاشة، نبدأ من جديد. مرة أخرى أنا بدي أحدد هاي المسافة وهاي المسافة، وبدي أحدد الـ A والـ B مع العلم إنه خط النظر اللي هو هون. اتفقنا إنه حتى أحدد المسافة A أو B على إيش بتعتمد؟ طبعاً خلص نوع الكنترول نوع كنترول. فإذاً على إيش بتعتمد قيمة المسافة DA أو DB؟ على سرعة المركبة. على السرعة، سواء كانت للمركبة on the minor or the major. فبالتالي إذا عرفت سرعة المركبة على minor بقدر أعرف قديش المسافة اللي بدي تقطعها اللي هي DB. إذا عرفت سرعة المركبة على الميجر بقدر أعرف قديش المسافة اللي بدي تقطعها اللي هي DA. الآن طبعاً وما تبقى اللي هي قديش يبعد المبنى على سبيل المثال من الميجر vehicles path والماينر vehicles path اللي هي الـ A والـ B. من الواضح انه انا في عندي مثلث الكبير اللي هو مثلث الرؤية الكبير A B C، وايضا ممكن انا استفيد من المثلث المظلل بالاحمر واعمل تشابه مثلثات ما بينه، بحيث انه نسبة الـ DB هذا الطول على هذا الطول، يعني نسبة هذا الطول على هذا الطول اللي هو DB على DA تساوي هذا الطول اللي هو A على هذا الطول اللي هو DA minus B. من تشابه المثلثات يصبح شكل المعادلة كالتالي: The ratio of the side triangle at the on the minor street اللي هي DB مع side triangle على major street، the length مرة تانية، the ratio of the length of the leg on the minor street اللي هي DB على length of the leg on the major street اللي هي DA تساوي ال A اللي هي كم يبعد المبنى عن مسار المركبة في major street على DA اللي هي حكيناها minus B اللي هي بعد المبنى أو الأوبجكت من عن مسار المركبة on the minor street. نرجع مرة تانية، بدي أعرف هاي معادلة بأربع متغيرات. اتفقنا إنه DB والDA بقدر أحددهم أو أحسبهم إذا عرفت سرعة المركبات، والآشت طبعا على افتراض إنه المركبات راح يمشوا بسرعة 50% من المسافة أو السرعة اللي بيكونوا ماشيين فيها أصلاً. فالآشتو بيزودنا بجدول لكل سرعة ما هي length of the leg،
سواء كان على الميجر أو على الماينر. طيب عرفنا هاي، إذا عرفنا السرعة عرفنا الدي اي والدي بي، وطبعا والدي اي كمان بكره المعادلة مجهولين، كيف بدنا نحلها؟ يعني هذا حددته هون وحددت هذا، بقي لي هاي وهاي، كيف احددهم؟ كيف اختارهم؟ كيف نعم كيف احدد قيمتهم؟ انا الان بدي اصمم الانترسكشن بحيث انه السايد ديستنس تكون كافيه وعندي نو كنترول، ما بسرعه المركبات او سرعه الشارع، فبقدر احدد الدي اي والدي بي، بس باقي عندي الـ A والـ B، يعني وين بدي أحط طرف المبنى هذا، وين يكون مكانه بحيث ما لا يعيق الرؤية، كيف أتعامل بهذه مجهولين، يعني بدي أحل المعادلة معادلة مجهولين A و B، كيف بدي أحلها؟ شو رأيكم؟ إنه كمان معادلة دكتور. ما فيش كمان معادلة للأسف. دبرها. دبرها. مين اللي بيحكيش ما تفاتش؟ أنا حمدان دكتور. حمدان يا حمدان. سنرجع هاي هاي الحالة، خلينا أنظف الشاشة حتى تكون الصورة واضحة. انا شو اللي بدي اعمله؟ بدي اصمم التقاطع، كل الشابتر كله هذا بيحكي انترسكشن ديزاين، بدي اصمم التقاطع، يعني بدي احدد هذا المبنى وين موجود، ايش الارتداد ومن هون ومن هون، يعني الارتداد ببساطه اذا حددت وحده، لنفترض اذا اخترت وحده بقدر احسب الثانيه، العمليه بتتم بالضبط كمان مثل ما حكيت لكم، يعني أنا عندي متغيرين، العب في المتغيرين، اختار لك قيمة واحسب القيمة الثانية، عملية الاختيار بتكون يعني مبنية على أساس الواقع، يعني ممكن أنا من هنا من هاي أنا محكوم بحيث المبنى مش ما بقدر أرجعه أكثر لنفترض من قيمة معينة 10 متر على سبيل المثال. طيب أوكي، بينما هو مفتوح معي من هذا الاتجاه، فبالتالي اوكي بثبت حفه المبنى هذا على 10 متر وبحسب قديش لازم تكون اي بهالبساطه هاي. اذا مره ثانيه اقدر احدد هذول القيمتين، بثبت وحده بختار وحده وبحسب الثانيه الان، ولا بد لا سمعتوا باكثر من مكان بقوانين التنظيم مثلا في البلديات اللي هو الارتداد، احنا تماما بنحكي عن ارتداد، اذا بنحكي طبعا ارتداد المباني قديش لازم يكون مرتد المبنى من هذا الشارع أو من هذا الشارع. طبعاً الارتداد يحسب عادة في قوانين التنظيم من حفة الطريق، لكن من الناحية المرورية والمواصلاتية أنا بدي أحسبه من مسار المركبة، فبدي أضيف عليه نص المسرب هون، وبدي أضيف عندي هنا مسرب ونص من الاتجاه الميجر ستريت. وبالرغم من انه قوانين التنظيم ثابته، يعني خلص معروف الشارع الفلاني الارتداد تبعه 4 متر امامي و3 متر خلفي وهكذا، لكن انا بقدر انا من الناحيه الرياضيه بقدر احسب تماما قديش لازم يكون الارتداد حتى يتوفر سايد ديستانس مناسبه. الان يعني من ناحية واقعية أنا محكوم لقانون التنظيم، قانون التنظيم بكل الارتداد هنا 4 متر وهنا 5 متر على سبيل المثال. أنا كمهندس مرور عندي هالتقاطع والمبنى مرتد 4 متر و5 متر وحسبت المسافات الحقيقية، يعني بعدها عن مسار المركبة على الميجر ومسار المركبة على الماينر وحسبت الحسابات و طلع معي، وطبعا بناء على هاي المعادله وبعرف سرعه المركبات على الميجر وعلى الماينر طلعت هاي المعادله غير كافيه، يعني طلعت المسافه A وB غير كافيه، يعني يا A يا B او الA والB غير كافيه. طب شو اعمل؟ شو الخيارات؟ طبعا مبنى قائم، لو كان بدي احط شجره لنفترض بدي ازرع شجره، اوكي بسيطه رجع الشجره وازرعها في موقع
لا يعيق الرؤية. لو كان بدي أحط إشارة الإعلانات هدول البيلبوردز الضخمة اللي تعيق الرؤية، عمود إنارة، أي شيء يعيق الرؤية لكنه متحرك، أوكي بسيطة بقدر أحطه في الموقع اللي لا يعيق الرؤية، لكن مبنى قائم مش أقدر أزيح المبنى. شو الخيارات التصميمية اللي أمامي لها؟ طبعاً الأولوية لازم تكون الأوبريشن. ممكن نغير في الشارع دكتور. مين اللي بيحكي مرة تانية؟ علي صوتك شوي. ما سمعتش، عيد لو سمحت. ممكن مثلا نغير في الشارع دكتور في الليل نفسه يعني. أغير فيه. يعني نبعد ناخذ لليمين شوي مثلا. ناخذ لليمين، ما فهمتش ايش اللي ناخذه لليمين؟ علي صوتك شوي صغيرة بس. الشارع نفسه دكتور نغير فيه الليل نفسه. نغير المسار يعني، نغير المسار، نبعد يعني مثلا نبعد لهون مثلا، خليه يجي هون حتى يبعد. ماشي، بس هذا صعب شوية. داخل المدينة، داخل المدينة صعب، على الطرق الخارجية سهل. غير هيك في أوقات بيستخدموا دكتور مرايات بحطوها عند التقاطع عشان يشوفوا مثلا الرؤية. المرآة إلها تطبيق خاص، نعم المرآة إلها تطبيق خاص مش هون بس يعني، بس ماشي. غير هيك في شيء أبسط وأسهل. شو نوع الكنترول عندي؟ نو كنترول. غير الكنترول أول شيء. إذا مسافة الرؤية غير كافية للنو كنترول، قد يكون الحل حطوا ستوب ساين هون، تتغير كل الاعتبارات بالماينر ستريت طبعا، أو حط ييلد ساين، أو حط إشارة ضوئية وإن كان هذا الكلام لا يحبذ يعني، فقط إشارة ضوئية. ممكن ستوب ساين، حط ستوب ساين هون بكفيك. هذه واحدة، غير الكنترول. باختصار قد يكون الخيار تغيير الكنترول، بدل ما يكون نو كنترول لا حط الكنترول. وكثير من الأحيان في بعض الاعتبارات في بعض المؤسسات وين انت بتحط ستوب ساين، احدى الاعتبارات if side distance is not available بحط ستوب ساين مباشر. هاي بعض المؤسسات المواصلاتية يعني بيحكوا انه if side distance is not available at intersection اذا هذا بيلزمه ستوب ساين. اوكي هذا واحد من الحلول. كمان في حل ثاني، خفض سرعة المركبات. هذه الحسابات الدي اي والدي بي بناء على سرعة المركبات بسرعة معينة. أزيد مدى الرؤية، قلل سرعة المركبات على الاي او على البي او على اثنين معا، حط اشارة تمهل، اشارة تمهل، فتلقائيا بتخفض السرعة. طبعا تحسب هل بتصبح المسافة كافية ولا لا، بس هي كخيارات عامة متاحة امامنا. الان نرجع للمعادلة هاي، انا بدي اعرف الدي اي والدي بي. ببساطة قيمة الدي اي او الدي بي جاهزة من الجدول. على سبيل المثال اذا كان عندي السرعة على الماينر 20 فاللينك في ذا ليج اللي هي دي بي 90، والسرعة على الميجر 40 على سبيل المثال مايل بير اور، لينك في ذا ليج 195. طبعا هي قائمة بناء على معادلات رياضية، لكن الاشتو جهز لنا اياها بشكل مباشر، يعني تطبيق مباشر او استخراج مباشر من الجدول. لكن ايضا هذا حتى تكونوا عارفين انه هاي القيم محسوبه بالاشتو بناء على انه الجريد اولموست صفر او ليفل. طب كان لو كان الجريد مش صفر، في عندي جريد عالي سواء كان عندي بلس ولا ماينس، هذه القيم تتغير ولا لا؟ هذه تقريبا خلينا نعتبرها اشبه بمسافه الوقوف، المسافه اللازمه للتوقف. تختلف لو كان عندي upgrade ولا downgrade. فلذلك هذه القيم if it is level road بيجيها adjustment تكملة للجدول اللي هو adjustment حسب grade. إذا كان عندي grade بين 3% زائد أو ناقص no adjustment، الفاكتور واحد. وإذا كان عندي grade أكبر من ذلك سواء كان في plus أو minus بيجي adjustment حسب التالي. خلينا نرجع للكيس اللي أمامنا، سبيد 40 مايل بير اور، وعلى سبيل المثال الجريد كان عندي 4%، فبالتالي الادجستمنت بيكون 0.9.
يعني الرقم اللي طلع معاي 195 بضربه بالفاكتور 0.9 وبالتالي الدي اي بتصير 195 ضرب 0.9. نيجي للماينر ستريت اللي هو كانت سرعته 20 وعلى سبيل المثال كان الجريد عنده عالي وماينس 1.6%. القيمة اللي طلعت معنا هون اللي هي 90، هذه القيمة 90 تضرب بالفاكتور اللي هو 1.1. إذا هذه المعادلة هون اللي هو الفاينالي الفاينال ادجستد فاليوز بيزد اون جريد، والجريد بنطبق الادجستمنت فاكتور للجريد. أول شيء بنحسب البيس كيس ات ليفل رود وبنضربها بالادجستمنت فاكتور حسب قيمة الجريد وقيمة السرعة سواء كانت الميجر أو للمان. متابعين معي لحد هسه؟ حاجة معنا؟ متابعين؟ أنا بديش أكمل تفاعلكم معي اليوم ضعيف كتير الحمد لله. بدي أتوقف هون والمرة القادمة بنحل لكم عليه. بس أيضا قبل ما نغادر إذا في حد عنده أي استفسار قبل ما نغادر إشي بخصوص الامتحان. دكتور يا حمد أنا أحكي الكي جام ثابت للشارع نفسه نفس الكباسيتي صح؟ بتعتمدش على شيء يعني في الشارع؟ ثابت للشارع نعم. تمام. شيء آخر يعطيك ألف عافية. ربنا يوفقكم إن شاء الله في الامتحان. الامتحان عادي وسهل ومش معقد فما تعقدوش الأمور إن شاء الله. دكتور الدوائر كونسبت صح؟ يعني تعريفات وهيك مش حل؟ لا أنا ما حكيت نو. بسأل أنا. الدوائر نصوص وأرقام تحت يعني تشتمل على نصوص وأرقام. آه تمام. تمام. يعني هذه ممكن أنا أقول لك أعطيكي المعادلة اللي سأل عنها زميلكم قبل شوية. الكي جام بعطيكي إياها والفري فلو سبيد بعطيكي إياها بقول لك واتس ذا كاباسيتي. معادلة رياضية اللي هي أف كي جام على 4. بعطيك إجابات بدك تختار الإجابة الصحيحة. ما في إشي منها ولا ومش ما لا جايب لكم هيك شغلات. تمام. أوكي. غيره؟ بالتوفيق إن شاء الله.